عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. هالمرة عدنا هاللابتوب السامسونج اللي موديلها مثل ما تشوفون NP300E5A. هاي اللابتوب مشكلتها كالتالي: نربط لها الشاحن ونشغلها مثل ما تشوفون هسه، تحاول تفتح وترست لحالها، وبعدين تدخل بلوب مثل ما تشوفون شباب، تدخل اللابتوب بلوب يعني بوت لوب، تصير تلود وترست. هاي الحالة بحكم انه قبل هسه مرة علي، وبما انه اذا دسنا F2 مثل ما تشوفون تدخل على البايز، هنا المشكلة عندنا عجز اللابتوب عن البوت، او عجز اللابتوب عن رؤية الهارد ديسك. مشكلة هاي اللابتوب، لانه قلت لكم مرة علي هاي المشكلة، فخليني اعرفكم شنو سبب هاي المشكلة. طبعا مثل ما تشوفون هنا التاريخ غلط مال اللابتوب، فعلى الاكثر فايت شخص ولاعب باعدادات البايوس، او قد تكون اللابتوب فاقد اعدادات البايوس او مرست اعدادات البايوس، وهذا دلاله على انه بطاريه المذر بورد نافذه. فشنو اللي لازم نضبطه بالبايوس حتى تشتغل اللابتوب؟ الليجاسي يو اس بي سبورت مثل ما تشوفون، هذا يعني هو هنا انيبل. ننزل على الخيار اللي بعده، عذرا الخيار اللي بعده اللي هو اليو اي اف اي بوت سبورت، هنا معمول ديسيبل، ولانه على الارجح النظام هو من نوع يو اي اف اي بوت، فهنا بما انه ديسيبل فما راح يشوف البوت باي شكل من الاشكال. فنشغل هذا الخيار، نسوي له انيبل وندوس F10 ونخزن الاعدادات. خلينا نشوف اللابتوب تفتح او لا. مثل ما تشوفون شباب، اللابتوب اشتغلت بشكل طبيعي، دلالة على انه المشكلة فقط باعدادات البايوز واعدادات البوت على التحديد. اللابتوب اشتغلت بشكل طبيعي، فخلي نبلغ صاحبها انه لازم يتبدل بطارية المذر بورد. وطبعا اللابتوب بعد ما صار ثواني من شغلتها وبديت احس بحرارة عالية بيها، فدلالة على انه راد لها تنظيف ايضا، فراح ننظف اللابتوب بشكل جيد ونعالج مشكلة السخونة اللي بيها، وبعدها ان شاء الله نسلمها للزبون. خليكم ويانا. اي شباب، حتى نعالج المشكلة بشكل جذري راح نفتح اللابتوب ونبدلها بطارية ماذر بورد ونعالج مشكلة السخونة والحرارة اللي بيها. فخلي نفككها بسم الله. مثل ما تشوفون شباب، شوف الوساخة اللي بيها مسدودة بشكل كامل تقريبا اللابتوب، ولهذا جت تسخن. راح نفتح المجموعة مع التبريد حتى نبدلها معجون معالج وننظف مجموعة التبريد بشكل كامل، ننظف الفان ايضا حتى نحل مشكلة الحرارة بشكل جذري. قبل ما نعمل اي شيء، خلينا نبدل بطارية البورد او بطارية السيموس. هاي بطارية البايز شباب. خلي نجيب بطارية جديدة حتى نبدلها. شباب جبنا بطارية جديدة، خلي نجي نقيس البطارية القديمة وش قد باقي بيها فولت، حتى نفهم سبب ليش جاي يعني تفقد الاعدادات مال البايز اللابتوب. مثل ما تشوفون شباب، اللابتوب البطارية مال السيموس تنطي 1.4 فولت، دلالة على انه هاي البطارية تالفة وفارغة، ولهذا اللابتوب جاي تفقد الاعدادات. فنرفع البطارية القديمة وخلينا نقيسها بشكل اوضح. مثل ما تشوفون 1.8 فولت، هذا سبب انه اللابتوب جاي تفقد اعدادات البايوس وتدخل
بالبوت لوب اللي شفتوه بالبداية. خلينا ننزل هاي، نجيب البطارية الصفر. مثل ما تشوفون هاي البطارية الجديدة 3.1. بس نقيس الأقطاب مال البطارية 3.1 مثل ما تشوفون. خلينا نحط هذا الجزء على جنب. احرص انك تنظف مجموعة التبريد بشكل جيد، والفان اذا ممكن انه طلعها من مكانها ايضا طلعها ودهنها. ما تطلع، فخلينا ننظفها مثل ما تشوفون جاي يطلع منها بلاوي. شوف الوساخة اللي طلعت من اللابتوب شوي. نخلي المعجون الجديد. مثل ما شفتوا شباب، بدلنا بطارية المذر بورد ونظفنا مجموعة التبريد وبدلنا معجون المعالج. هسه نقدر بعد ما ننظف طبعا هذا الجزء نقدر نجمعها. يا شباب كملناها، خلينا نجي نعمل تيست سريع. طبعا هسه من المتوقع انه راح تدخل بالبوت لوب مرة ثانية لانه صفر دعالة البايز. خلينا نشوف مثل ما تشوفون شباب، فندخل على دعالة البايز مرة ثانية ونجي على ادفانس نضبط اليو اف اي، نعملها انيبل ونقول له اف 10 انتر. مثل ما تشوفون شباب اللابتوب اشتغلت بشكل طبيعي، واعتقد بعد نهائيا ما تسخن لانه كل شيء اللي لازم سويناه. هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدامي من قناة قدامي تك. في امان الله شباب.